السلام عليكم. ده فيديو تعريفي عن البود في الكلينيكال نيوتريشن بالتعاون مع هاي سكول سنتر دكتورة ولاء عوض. انا مها أسامة، هكون معاكم خلال الفيديو ان شاء الله وخلال الكورس كله في الكلينيكال نيوتريشن. الفيديو ده تعريفي، هدفه اني اعرف يعني ايه كلينيكال نيوتريشن، لان في ناس كتير لسه ما تعرفش يعني ايه التغذية العلاجية، او في ناس عندها مس اندرستاندينج بخصوص الكلينيكال نيوتريشن او التغذيه العلاجيه. هلف معاكم لفه كده ان شاء الله في المنهج، نشوف المنهج بيتضمن ايه. هتكلم معاكم بخصوص الشغل باذن الله في الكلينيكال نيوتريشن شكله عامل ازاي، او انا اقدر اوظفه في الشغل ازاي، وهتكلم معاكم على اسئله واجوبه بخصوص بتدور في ذهن الناس دايما بخصوص الكلينيكال نيوتريشن. احب اعرف نفسي الاول. انا مها اسامه، متخرجه من جامعه القاهره 2011، اخدت البورد في كلينيكال نيوتريشن في 2013، وبدرس الكلينيكال نيوتريشن حتى الان. انا بدرسه الحقيقه من 2012. عملت محاضرات في جامعه القاهره تابع في الكورس التحضيري للكلينيكال نيوتريشن بورد في الويف بتاعه 2015، وخدت تدريب في السلام الدولي لمدة 6 شهور. كان تدريب عملي ونظري على الكلينيكال نيوتريشن تحت إشراف دكتورة إيناس مجاور، وحاليا بحضر دبلومة في الكلينيكال نيوتريشن. وعملت ووركشوب في الكلينيكال نيوتريشن في مستشفى صندوق للتأمين الصحي في 2015، و بحاضر في الكلينيكال نيوتريشن في نقابة الصيادلة في بورسعيد وفي مستشفيات وزارة الصحة. عملت كورس عن كلينيكال نيوتريشن تحت عنوان Continuous Medical Education، وده كان available لكل الصيادلة اللي موجودين في بورسعيد. الحمد لله حتى الآن نسبة النجاح في البورد في الكلينيكال نيوتريشن معايا وصلت لي، يعني للناس اللي بتذاكر 100% ما شاء الله. طيب ايه هي الكلينيكال نيوتريشن او التغذية العلاجية؟ احنا اتفقنا ان شاء الله خلال المحاضرة دي هنتكلم عن ايه هي الكلينيكال نيوتريشن او التغذية العلاجية، دي مفهوم بيها ايه، وناخد جولة في المنهج، ونتكلم عن الشغل ازاي اوظفها في الشغل، ونتكلم عن اسئلة بتيجي دايما في ذهن الناس بخصوص الكورس. ايه هي التغذية العلاجية؟ التغذية العلاجية دي معناها انك تقدر، هي كلمة كلينيكال دايما مرتبطة بشيء مرضي او في المستشفى او سريري، تغذية علاجية سريرية، بمعنى اني اي مريض عندي في المستشفى عنده كلينيكال كونديشن معينة نتج عنها اختلاف في الميتابوليزم جوه جسمه، انا اقدر اترجم الاختلاف في الميتابوليزم ده ل بريسكريبشن لنيوتريشن، بمعنى ان على حسب الميتابوليك تشينجز اللي حصلت جوه جسم كل بني ادم اقدر ان انا افصل له تغذيه ماسكاه ورابطه من اوله لاخره، واقدر كمان اقرا السيجنالز اللي نتجت عن النيوتريشن دي. يعني لو مثلا جسمه اداني سيجنالز انه قبل النيوتريشن دي واستجاب ليها وبدا يتحسن، او ان جسمه اداني سيجنالز انه مش قابل النيوتريشن دي او عنده خلل في جزء من البروتوكول بتاع النيوتريشن اللي انا اديتهوله، ازاي اقرا الكلام ده كله على حسب السيجنالز اللي هتطلع من جسم البني ادم. اكزامبل مثلا مريض الكانسر، اغلب مرضى الكانسر ممكن يبقوا هايبر ميتابوليك، يعني الميتابوليزم عندهم في جسمهم عالي. انا بقول اغلبهم مش كلهم، في مرضى كانسر ممكن يبقوا نوع الميتابوليزم عندهم طبيعي، في مرضى كانسر ممكن يبقى الميتابوليزم عندهم قليل، بس دول فئة مش كثيرة قوي. فأغلب مرضى الكانسر مثلا بيكون الميتابوليزم عندهم في جسمهم عالي، يعني هايبر ميتابوليك، ده بيخليهم يخسوا جامد جدا، بالإضافة لأن هما ما بياكلوش وعندهم فقدان للشهية. إزاي أنا اقدر افصل نيوتريشن على مقاسهم بالظبط على حسب كميه الميتابوليزم اللي حاصله جوه جسمهم،
وعلى حسب الريسبونس بتاعتهم للنيوتريشن، مش طايق الاكل مثلا، اتحايل على النقطه دي ازاي؟ من خلال اكلات معينه او وصفات معينه فاتحه للشهيه. حقيقه اللي يتوسع قوي في الموضوع ده هيلاقي نفسه ممكن ما يحتاجش فواتح شهيه للمرضى بتوع الكانسر من اساسه. عنده مثلا الكترولايت امبالانس، اقدر ازاي ان انا اتغلب على الالكترولايت امبالانس ده بالنيوتريشن الاول وبعد كده ابدا الجا لادويه. عندي مثلا مريض الجراحه، المريض الجراحه ده بيبقى عنده ووند هيلينج، محتاج يعمل ووند هيلينج، عنده جرح في بطنه في رجليه او وات ايفر، عنده قدم سكري، محتاج ان هو يعمل هيلينج كويس قوي بعد العمليه، والا هتعرض انا لكومبليكيشنز. ازاي انا اقدر اقيس الجسم ده محتاج قد ايه بالظبط انرجي، قد ايه بروتين، قد ايه فيتامينز، عشان يعمل بروبر ووند هيلينج وعشان يوفركم الاسترس اللي بعد العمليه؟ ده شغلانه الكلينيكال نيوتريشن، او ما نسميه احنا كلينيكال نيوتريشن. مريض الحرق مثلا، المرضى الحرق الادفانس مثلا فوق 60%، ممكن يكون الحرق غطى طبقة كبيرة قوي من الجسم، اكل الجلد وما تحت الجلد، اكل مثلا طبقة الفات الاولانية، بعد كده اكل الماسلز، وممكن يوصل ابعد من كده. ازاي انا اقدر افصل بروتوكول للنيوتريشن على حسب التطور في مراحل الريكفري بتاعت البرن؟ بمعنى ان في المرحلة الاولانية مثلا الجسم بيبقى ستريسد جدا جدا، عمال بيكسر في الستورز بتاعته، عمال على بطال، بيبقى في الكترولايت امبالانس كبير جدا، بيبقى الجسم محتاج كمية عالية قوي من المية. ازاي ان انا اقدر اديله الحاجات دي كلها بس ستيب باي ستيب؟ ما ينفعش اهجم عليه بالنيوتريشن واهجم عليه بالميه والالكترولايتس، لا طبعا، لازم كل حاجه تبقى ستيب وايز. في المرحله الاولانيه هعوض له بقد ايه، في المرحله الثانيه هعوض له بقد ايه، في المرحله الثالثه هعوض له بقد ايه، وهكذا. واقيس من وقت للتاني استجابه الجسم، هل الجسم ده بدا يعمل هيلينج وريبير فعلا، ولا بياخد النيوتريشن بتاعتي بيكسرها او ما بيستفدش بيها او عامله له كومبليكيشنز. كذلك الحال في مريض التروما، كذلك الحال في مريض السبسيز، في البلمونري ديزيز، في الكاردياك ورينال فيلير، في البنكرياتيتس. يبقى انا عندي اغلب المرضى اللي عندي في المستشفى كلهم محتاجين نيوتريشن سبورت او كلينيكال نيوتريشن سبورت او تغذيه علاجيه على حسب الديزيز اللي عندهم وعلى حسب الميتابوليك تشينجز اللي حصلت جوه جسمهم نتيجه للديزيز اللي عندهم. فانا بترجم كل الميتابوليك، بفهمها كويس جدا الكلينيكال كونديشن بتاعت البيشنت، وبفهم كويس جدا الميتابوليك تشينجز اللي حصلت جوه جسمه، وبحاول ان انا اترجم الكلام ده في صوره كلينيكال نيوتريشن بروجرام او بروتوكول ما يضرش العيان بتاعي، بل بالعكس الاقي منه استجابه تحسن المرض وتحسن الاستجابه بتاعت المريض للتغذيه. مرضى البنكرياتيتس، من البنكرياتيتس عموما من ضمن الحاجات اللي عليها ديبيت جامد قوي في النيوتريشن. اي مريض بنكرياتيتس مثلا اول ما يتصنف ان هو بنكرياتيتس بيشنت، بلاقي الدكاتره على طول يوقفوا النيوتريشن خالص عن طريق الجهاز الهضمي. هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ ده هنعرفه ان شاء الله لما ندرس الجزء بتاع البنكرياتيتس. هل مطلوب مني اني اوقف النيوتريشن خالص للعيان واسيبه بس كده على شوية محاليل؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله. ولكن الكلينيكال نيوتريشن في مريض البنكرياتيتس فرقت معاه جدا 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 حسب الدراسات الحديثة وحسب بروتوكولات النيوتريشن الحديثة خاصة بمريض البنكرياتيتس، مش هنتكلم فيه دلوقتي، بس احب انوه بس انه على حسب كل جريد من البنكرياتيتس ليها بروتوكول نيوتريشن معين. يعني مثلا لو المريض ده مايلد بانكرياتيتس او مودريت بانكرياتيتس او سيفير بانكرياتيتس، كل واحد من دول بيكون ليه بروتوكول نيوتريشن لوحده. كذلك مريض الليفر ديزيز، مريض الليفر ديزيز مثلا اللي هو الدي كومبنسيتد ليفر ديزيز، المريض ده اديله بروتينز ولا امنعها عنه؟
طب ولو انا هل بمنعها عنه ولا بقللها؟ طب ولو انا منعتها امتى امنعها وامتى ارجعها تاني؟ طب انا لو قللتها هقللها بمقدار قد ايه؟ طيب ايه الكومبليكيشنز اللي هتعود عليا لو انا قللت البروتينز، وازاي اوفركم الحكاية دي؟ طيب الراجل عنده اسايتس، اديله ميه قد ايه؟ طب اديله الكترولايتس قد ايه؟ طب اقلل الملح ولا ازوده؟ طب لو قللته اقلله بقد ايه؟ طب واحطه في الاكل ازاي؟ ولا اقلله ادي ادويه تقلل الملح وخلاص؟ كل ده ان شاء الله هنعرفه، وده يعني ده معنى كلمه كلينيكال نيوتريشن اللي احنا بنحاول ندرسه في منهج البورد. تمام. يبقى خلاصه الفكره اللي فاتت انه انا عندي في المستشفى اي مريض محطوط عندي على السرير بيكون لي موجود في المستشفى لسبب، فالبيشنت ده محتاج جنب الميديكيشن بتاعه لازم يكون في كلينيكال نيوتريشن او تغذية علاجية خاصة بحالته ومتفصلة على الديزيز بتاعه وعلى الجسم بتاع البيشنت ده. يعني مثلا مريض الليفر الدي كومب يعني الاند ستيج ليفر فيلير، لو عندي 2 بيشنت مش معنى كده ان نفسي هياخدوا نفس البروتوكول، لا ده انا على حسب قياس كل بني ادم بقدر اظبط له البروتوكول بتاع النيوتريشن بتاعه على مقاسه. النقطة التانية خلال الفيديو هنتكلم على الكريكولم بتاعنا او المنهج بتاعنا. هو احنا بندرس منهج طبعا انا بدرس كل انواع العيانين. طب انا لو صنفت العيانين هلاقيهم 3 كاتيجوريز: بيدياتريك بكل مراحل الطفولة، والادلت، والجيرياتريك. احنا بندرس الكلام ده كله، بس احنا بنركز قوي على الجزء بتاع الادلت لان بنرمي البيزس كلها في الجزء بتاع الادلت، وبناخد الاختلافات في البيدياتريك والجيرياتريك عن الادلت، لكن القاعدة العامة واحدة في الكل. فاحنا هيبقى دراستنا اغلبها على الادلت والبيدياتريك جنب الادلت. المنهج بتاعي منقسم لاربع بارتس. البارت الاولاني ده بيكلمني على النوترينس اللي انا باخدها جوه جسمي، سواء هي ماكرو موليكيولز او مايكرو موليكيولز. ماكرو موليكيولز دي معناها حاجات انا بحتاجها في كميات كبيرة زي الكربوهيدرات، الليبيدز، البروتينز، الفايبر، المية. كل دي حاجات انا باخدها خلال اليوم بكميات كبيرة. المايكرو موليكيولز دي اللي هي حاجات باخدها بكميات قليلة اللي هي الأملاح، الفيتامينات، المعادن وهكذا. طيب في خلال البارت الأولاني أنا بتكلم عنهم بصورة كلينيكالي شوية. يعني إيه؟ يعني ارتباطهم بالمرض أو ارتباطهم بالمستشفى. بمعنى إيه؟ أنا مش هدرس الكربوهيدرات من ناحية البايوكيمستري، إزاي إن أنا بعمل لها ميتابوليزم بتخش الجسم بيحصل لها كريبس سايكل، بيحصل لها جلايكوليسز، جلوكونيوجينيسز، لأ أنا بس الحاجات دي المفروض إن هي في دماغي. في المنهج بيديني سبوت لايت بسيط قوي عليها وبيربطها لي أنا هشوفها إزاي في المستشفى. بمعنى مثلا المفروض أدي للمريض الفلاني كمية جلوكوز قد إيه في اليوم. طيب الكمية دي بديها له كلها مرة واحدة ولا ببدأ بالتدريج وبعد كده أزود شوية 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 لحد ما أوصل للتارجت بتاعي وهكذا. طب أنا لو اديت كربوهيدرات قليلة للعيان ده يحصل له إيه؟ لو اديت له كتير قوي يحصل له إيه؟ طيب لو العيان ده خلي عنده نقص في الحاجة الفلانية دي أنا بعرفه إزاي؟ ولو عنده زيادة في الحاجة الفلانية دي أنا بعرفه إزاي؟ البروتينز مثلا هاخدها من ناحية الكلينيكال باك جراوند، ازاي المريض مثلا بتاع البرن بيحتاج بروتين قد ايه؟ طب البروتينز دي بتدخل جوه الجسم تعمل ايه؟ طب ايه الحالة الفلانية اللي انا بحتاج فيها الامينو اسيد المعين ده؟ طب هل هي بتتخزن جوه الجسم ولا لا؟ بتتخزن في صورة ايه؟ طب انا لو هعوض العيان بيها هديله كام جرام بير كيلو جرام بير داي، وابداهم كلهم مره واحده ولا ابداهم جرادولي، واوصل للتارجت بتاعي ازاي، وازاي اقيس الريسبونس بتاع الجسم للبروتينز اللي اخدها وهكذا. نفس الحال مع المينرالز والفيتامينز،
الديزيز الفلاني امتى بعوض له بالفيتامين الفلاني، الفيتامين ده لو نقص هشوف على العيان ايه، الفيتامين ده لو زاد هشوف على العيان ايه. يعني انا بربطها مش بالجزء بتاع البايوكيمستري، انا بربطها بالجزء الكلينيكالي. شابتر بسيط جدا وسهل جدا، وبيبقى بيديني بيرميلي اساسات عندي اكتر منه جزء خاص بالامتحان. البارت التاني ده بقى وهو لب الموضوع كله بتاع الكلينيكال نيوتريشن، ده اللي بيميزك اذا كنت انت فاهم بعد كده لما هتقف في الشغل وتتعامل مع العيانين، هيميزك اذا كنت انت فاهم ولا لا، انت نيوتريشنست فعلا فاهم وشاطر ولا لا. ده بيتكلم على حاجة اسمها سبيشال نيوتريشن سبورت. يعني ايه سبيشال نيوتريشن سبورت؟ يعني بالترجمة الحرفية كده تغذية خاصة. يعني ايه تغذية خاصة؟ يعني انا بخرج من فكرة ان العيان بتاعي قادر ان هو يتناول الوجبة بتاعته وياكلها اورالي ويبلعها، بانه خلاص يعني مش قادر يعمل الخطوة دي، فانا بتحايل عليه عشان ادخل له النيوتريشن عن طريق الجي اي تي او ادخلها له وريد. طبعا بما ان مش ده اللي ربنا خلقنا عليه فاحنا بنسميها تغذية خاصة. لا مش فاهم، اوضح اكتر. الطبيعي عندي اني اكل، احط الاكل في بقي وامضغه وبعد كده ابلعه، تمام. وعملية البلع ليها بقى انه يعني الاكل بينزل في الجي اي تي. افرض البيشنت بتاعي كوماتوز بيشنت، بعد جلطة مثلا ما عادش يعني في غيبوبة، ما عندوش القدرة ان هو يمضغ الاكل ويبلعه. طيب انا لو مضغت له الاكل واديته له ممضوغ، هل هيقدر يبلعه؟ لا. فانا بتحايل عليه وادخله الاكل على الجي اي تي مباشرة باني اركب انبوبة من الانف او الماوس تنزل لحد المعدة، ادي الاكل في اول الانبوبة يوصل الاكل في اخر الانبوبة للمعدة. يبقى انا كده وصلت له الاكل عن طريق الجي اي تي وشغلت الجي اي تي من غير ما العيان بتاعي يمضغ او يبلع. يعني يمضغ ويبلع دي معناها ان انا بتكلم في اورال فيدنج، تغذية عن طريق الفم. طيب العيان بتاعي عنده مشاكل في المعدة، خلاص كده الجي اي تي بتاعه اتقفل؟ لا، انا ممكن بطريقة اخرى اتحايل على التعب اللي في المعدة وادي الاكل بعد المعدة، يعني في السمول انتستن سواء في الديودينم او في الجوجينم بطرق خاصة هنتكلم عليها بالتفصيل في المنهج ان شاء الله، بحيث ان انا اشغل له الجي اي تي بتاعه وابعد عن المعدة. فرضا العيان بتاعي الجي اي تي بتاعه كله مش شغال، عنده complications في الجي اي تي في المعدة وفي السمول انتستن، او مش مستجيب للاكل تماما وباين عليه اعراض معينة، اعراض عدم الاستجابة للاكل او عدم الانسجام مع الاكل. في الحالة دي بخرج خالص من الجزء بتاع الانترال نيوتريشن اللي هي تغذية عن طريق الجي اي تي، وبدخل على تغذية وريدية، اني اديله الاكل في صورة محاليل وريدية. اللي فات ده كان اسمه انترال نيوتريشن اللي هي تغذية عن طريق الجي اي تي. اول ما تشوف كده لازم تتسطب سواء في الكورس او بعد الكورس او حتى لو ملكش خالص علاقة بالكلينيكال نيوتريشن، لازم يبقى في دماغك كونسبت انه جهاز هضمي انترال نيوتريشن، يعني تغذية في الجهاز الهضمي، يعني طول ما العيان الجي اي تي بتاعه شغال لازم اشغل له انترال نيوتريشن. اوعى تدي للمريض بتاعك بارنترال نيوتريشن طول ما الجي اي تي بتاعه شغال. ده منظر البيشنت اللي راكب له اكسس ديفايس، نيزو جاستريك تيوب او نيزو انترال تيوب، ده منظرها من بره اللي هو بنسميه ذايل، منظره بالمنظر ده. دول اكسس ديفايس داخلين على الجي اي تي برضو، بس بطريقة اخرى غير ان انا ادخلهم من الانف او من الماوس، هنتكلم عليهم باستفاضة باذن الله في المنهج. قلنا الجي اي تي بتاعي مش شغال، بعمل حاجة تانية بقى اسمها parenteral nutrition، اني ادي للعيان الاكل عن طريق الوريد. والله دي في منها نوعين،
حاجة اسمها peripheral parenteral nutrition، ان انا بدي النيوتريشن في وريد طرفي او بديها في وريد مركزي. ايه الفرق بين دي وبين دي؟ امتى بستخدم دي وامتى بستخدم دي؟ السبيسيفيكيشنز بتاعت دي والسبيسيفيكيشنز بتاعت دي، الكومبليكيشنز بتاعت ده وبتاعت ده، نوع المحاليل اللي بيتاخد في الطرفي ونوع المحاليل اللي بيتاخد في السنترال، كل ده بندرسه ان شاء الله تحت بند البارنترال نيوتريشن. انواع الاكسس ديفايس اللي بتدخل بريفرال وانواع الاكسس ديفايس اللي بتدخل بارنترال، دول برضو بدرسهم تحت بند البارنترال نيوتريشن. بعد ما بخلص البارنترال نيوتريشن بدرس حاجة اسمها دراج البارنترال نيوتريشن بكل حاجة فيها، بجزء بيتكلمني عن التي بي ان عموما، ايه هو التوتال بارنترال نيوتريشن اللي هي محاليل كاملة بتتاخد وريد بكل حاجة، كل حاجة الجسم محتاجها تتاخد عن طريق الوريد، ازاي بحسب حسبة الانرجي، ازاي بعمل احط احضر المحاليل من غير ما يحصل ما بينهم incompatibility، ازاي بقيس الانكومباتيبلتي، specifications معينة لكميات اللي انا بحطها، الاوردر اوف ميكسينج، الكلام ده كله بندرسه. تدخل بعد كده في حاجة اسمها drug nutrient interaction، ايه الانتراكشن اللي بيحصل ما بين الاكل والادويه، ده موضوع كبير جدا جدا، احنا بنديك الخطوط العريضه فيه ونسيبك انت، ونديك الحاجات الكومن قوي ونسيبك بعد كده انت تبحث فيه زي ما انت عاوز، لانه موضوع كبير جدا بحر عميق، بس على الاقل بنعلمك ازاي تعرف تعمل انتراكشن او تبقى فاهم الكونسبت بتاع الدراج نوترنت انتراكشن، سواء النيوتريشن دي اتاخدت اي في او النيوتريشن اتاخدت انترالي عن طريق الجي اي تي، بما في ذلك drugs affecting الاسيد بيز بالانس، drugs affecting الفيدنج ديفايس، drugs affecting الالكترولايت بالانس. بنتعلم كمان ازاي نعمل انرجي كالكوليشن، ده موضوع كبير بقى، مش بس بعمل انرجي كالكوليشن، انا بمسك العيان بتاعي بستلمه المفروض او بتعلم ازاي استلم العيان بتاعي من ساعة ما يدخل المستشفى، اعمل عليه تشيك اب كامل من ناحية النيوتريشن، من ناحية النيوتريشن اعمل له سكريننج كامل، اعمل له اسسمنت بمعنى اني اقيس كل حاجة فيه، اقيس نسبة الدهون قد ايه، اقيس نسبة المية قد ايه، اقيس نسبة العضلات اللي جوه الجسم قد ايه، اقيس الجسم ده محتاج انرجي قد ايه، عايش بكام كيلو كالوري يعني، وانا هقدر اديله كام كيلو كالوري عندي في المستشفى، اديهم له ازاي، اقيس ازاي البروجرس بتاع العيان للنيوتريشن، يعني مثلا البروتينز اللي اخدها دي بيكسرها ولا بيعمل بيها انابوليزم، البروتينز اللي اخدها دي كفايه لحالته ولا هو محتاج اكتر، ولا هو انا مدياله زياده عن الحاجه بتاعته، الدهون اللي اخدها دي كفايه عليه ولا لا، الالكترولايتس اللي اخدها استجابته ليها ايه، وهكذا. برضو بناخد حاجه اسمها assessing الميتابوليك ريسبونس، نفس الكلام اللي انا لسه قايلاه، اشوف العيان بتاعي ده النيوتريشن اللي انا بديها له بيعمل بيها انابوليزم ولا بيعمل بيها كاتابوليزم، البيشنت بتاعي بقى بياخد النيوتريشن وبيريكفر سريع، الوند هيلينج بتاعه احسن، عنده مشكله في الوند هيلينج ولا لا، المشكله دي سببها مثلا نقص في البروتينز ولا نقص في الفيتامينز ولا نقص في الميه اللي انا مديها له ولا نقص في كل حاجه، فبقعد انا اقيس الاحظ حاجه معينه واجرب بقى ترايلز. البيشنت بتاعي في ستريس فيز ولا في كاتابوليك فيز ولا في انابوليك فيز، ونعرف ايه هي الحاجات دي كلها، ده خلال ان شاء الله البارت التاني. البارت التالت بيتكلم على special cases، يعني ايه؟ يعني بيفصص لي بقى كل مرض، خلاص انا فهمت كده كل البرينسيبلز، ابدأ اطبق بقى البرينسيبلز دي على الامراض. باخد كل مرض مثلا وليكن ليفر ديزيز، افهم المفروض ان انا اكون فاهم الكلينيكال باك جراوند بتاعته، وبعدين افهم الميتابوليك تشينجز اللي حصلت فيه،
وازاي ان انا هاوفركم الميتابوليك تشينجز دي، او هتحايل عليها او هتعامل مع الميتابوليك تشينجز دي. بمعنى مريض الكبد وليكن مثلا عنده مشكله في التصريف بتاع الميتابولايت بتاعه البروتين اللي هي الامونيا، ازاي ان انا اتحايل على الحكايه دي بان انا اديله بروتين لا يكون قليل ولا يكون زياده عن حاجته. عنده مشاكل في الميه، ازاي انا هتحايل على الطريقه دي بان انا اديله ميه لا تزود له الاسايدس ولا يكون عنده جفاف. عنده الكترولايت امبالانس، ازاي هديله الاكل فيه املاح لا تضر العيان ولا تزود عنده الاملاح، ولا العيان اجي ابص الاقي عنده هايبوناتريميا هايبو كاليميا مثلا. تمام. فبمسك البيشنت الرينال، البيشنت البلمونري، البيشنت الليفر، البيشنت اللي خارج من العمليات، البيشنت اللي عنده بيرن. بمسك كل كيس على حدة، اعرف ايه، افهم ايه الميتابوليك تشينجز اللي فيها واشوف هي محتاجة ايه. البارت الرابع وكيسز طبعا على كل شابتر. البارت الرابع ده جزء نظري شوية، سهل جدا جدا. احنا بمجرد ما بنكون خلصنا البارت الثالث بنكون حسينا خلاص ان المنهج خلص. البارت الرابع بيتكلم على حاجة اسمها هوم كير. هوم كير دي معناها انه ازاي العيان بتاعي اثناء ما كان في المستشفى كل شويه بعمل له تحاليل وبركب له اكسس ديفايس، بديله نيوتريشن فيه وبديله تغذيه يا اما مضروبه في الخلاط يا اما علب تغذيه مجففه مثلا، وانا زي لبن الاطفال مثلا او بنسميها فورمولا، بدوبها له في كميه ميه معينه واديها له، او بديله بارنترال نيوتريشن. ازاي الحاجات دي كلها انقلها في البيت من غير ما يحصل كومبليكيشنز للعيان. الجزء الثاني بيتكلم على اسكس، شويه اخلاقيات خاصه بالكلينيكال نيوتريشن ومشاكل اخلاقيه عليها دي بيت. يعني مثلا من ضمنها مبدا القتل الرحيم بالنسبه للبيشنت، امتى اوقف عن العيان بتاعي امنع عنه اكل وميه تماما، ده مسموح ولا لا، وراي الديانات المختلفه فيه ايه. بارت الثالث والرابع quality improvement evidence based practice، كلام نظري وبسيط جدا كده. المنهج بتاعي يعتبر خلص، منهج الكلينيكال نيوتريشن. ولكن يتبقى جزء ان احنا بنسميه نون فارماكوثيرابي اللي هو جزء الكلينيكال ترايلز والبايو ستاتستكس، ده جزء مفروغ منه علشان تعدي من الامتحان باذن الله، لانه بيبقى متواجد يعني تقريبا تلت الامتحان بيكون نون فارماكوثيرابي. ده ان شاء الله باذن الله تكون معاكم فيه دكتوره ولاء عوض. طيب ندخل الايتم اللي بعد كده، الشغل. انا يا دكتوره هوظف الكلينيكال نيوتريشن دي ازاي في الشغل، او هشتغل بيها ايه، الشهاده دي هتنفعني في ايه. والله المفروض انه حاليا كل المستشفيات، احنا نزل قرار وزاره الصحه انه مفيش مستشفيات هتتفتح غير لما يكون فيها قسم الكلينيكال نيوتريشن، ده مستشفيات وزاره الصحه. بالاضافه لانه دلوقتي كل المستشفيات بتاعت وزاره الصحه، مستشفيات التعليمي، المستشفيات الخاصه والمستشفيات الحكومه، كله دلوقتي بقى بيفكر في الكلينيكال نيوتريشن، ده المجال الواعد اللي الكل عايز يحقق فيه اماله بالنسبه للمستشفيات. يمكن قدر كبير من الدكاتره لسه مش عندهم البيزكس بتاعت الكلينيكال نيوتريشن قوي، بس في دكاتره تانية عارفين قوي الكلينيكال نيوتريشن. فالخلاصه يعني انه هنا في مصر انا ممكن اخد الشهاده دي اشتغل بيها في اي مستشفى بتطبق الكلينيكال نيوتريشن، او اي مستشفى بتحضر تي بي ان وعندها وحده تي بي ان. ممكن انا لو بشتغل في مستشفى حكومي اقدر، هنتعلم في الكورس يعني او بعد الكورس ان شاء الله ممكن اعلمكم ازاي تاخد الكورس ده وتطبقه في مستشفى حكومي باقل الامكانيات. بالنسبه بقى للشغل بره مصر، الدول العربيه كلها دلوقتي بتحارب عشان الكلينيكال نيوتريشن. الشهاده دي ليها مستقبل كبير قوي في الدول العربيه. لو انت فكرت كده تدخل تشوف مثلا المستشفيات الكبيره في السعوديه او في الدول العربيه، شوف الجوبس اللي هي يعني على الويب سايت بتاعها، خش شوف الجوبس اللي هي اوفرنج
الاوبورتيونيتيز يعني اللي فاضيه فيها او اللي هي طالباها، هتلاقي دايما منهم مستشفيات كبيره قوي هتلاقيهم طالبين كلينيكال نيوتريشنست ودايتيشن، كلينيكال نيوتريشنست ودايتيشن. فانت قبل ما تدخل الكورس ادخل اعمل سيرش كده، هتلاقي كميات كبيره قوي من المستشفيات اللي بره طالبين تخصص الكلينيكال نيوتريشن، سواء لصيدلي او لطبيب والدايتيشن كمان. احنا برضو عايزين نفهم ايه الفرق ما بين الدايتيشن والكلينيكال نيوتريشنست. المنهج ده بيتكلم على الكلينيكال نيوتريشنست، الدايتيشن ده حاجه تانية. الدايتيشن ده بيكون اللي هو بيتكلم اكتر عن الاورال فيدينج، ازاي مثلا ان انا اجيب الوجبه الفلانيه، او النيوتريشنست يحدد ان العيان ده بعد ما هو عمل له الكالكوليشنز بتاعته كل حاجه وعمل للعيان ده نيوتريشن اسسمنت، وجد ان العيان ده محتاج 2000 كيلو كالوري مناسبين لحالته. ال 2000 كيلو كالوري دول عايز مثلا 60% منهم كربوهيدرات، 20% منهم ليبيدز، و 20% منهم بروتينز. وقال لي مثلا ان المريض ده، كل ده النيوتريشنست هو اللي بيتكلم، قال لي ان المريض ده محتاج ان الاكل بتاعه يكون في صورة 5 وجبات، 3 وجبات اساسية ووجبتين سناكس. كل الكلام ده بيكتبه في شيت ويبعته للدايتيشن، ويقوله للدايتيشن خلي بالك انا عايز نسبة الصوديوم في الاكل النهاردة تكون كذا، ونسبة البوتاسيوم تكون كذا، وعايز اكل يكون قليل البوتاسيوم وعالي الصوديوم، او قليل الصوديوم عالي البوتاسيوم عالي المغنيسيوم. تمام، الشيت ده كله بيروح للدايتيشن، وظيفة الدايتيشن ان هو يحول الكلام ده كله لأكل. يعني مثلا يقول لي هيبقى في الحالة دي وجبة الفطار كذا، وجبة الغداء كذا، وجبة العشاء كذا، السناكس اللي موجودين أثناء اليوم هتبقى كذا وكذا. تمام، فالدول العربية والمستشفيات بتاعت الدول العربية حتى المستشفيات الكبيرة طالبين نيوتريشنست، او بيتطلعوا دايما لنيوتريشنست ودايتيشن. الفرص هتلاقيها افيلابل جدا، ممكن انت تدخل على النت وتشوف بنفسك. طيب شوية اسئلة كده دايما بتيجي في ذهن الناس، يا دكتورة هل انا اقدر اشتغل بكورس الكلينيكال نيوتريشن في عيادة تخسيس، او احط بروتوكول تخسيس او سمنة؟ يعني واحد تخين عايز اخسسه، او واحد رفيع عايز اتخنه؟ الحقيقة المنهج ده بيتكلم عن الخطوط العريضة بس في الاوبيستي. يعني انا باخد شابتر اوبيستي، وباخد في الاوبيستي ايه مشكلة الاوبيستي والديزيزز المرتبطة بيها، وكده كده بعرف ازاي انا قيست كمية الفات في النسبة للعيان ده قد ايه، وكمية البروتين قد ايه، والمصل الماس قد ايه، وممكن والمفروض ان هو يخس قد ايه عشان يوصل ويخس عشان يبقى في السيف سايد، يخس كام في المية من وزنه خلال اول 3 شهور، وكام في المية من وزنه خلال 6 شهور، وازاي ان انا ازود الميتابوليزم بتاع جسمه. ولكن هيبقى عندك مشكلة في الجزء بتاع الاورال فيدينج، انت مش كواليفايد قوي بالكورس ده، لان انا اخد اورال فيدينج او اقول للعيان الـ2000 كيلو كالوري دول تاخدهم في صورة 3 وجبات مثلا خلال اليوم. وجبة الفطار هتبقى بيض وعيش وجبنة، وجبة الغداء هتبقى مكرونة، معلقة رز، معلقة، لا احنا مش بنتكلم خالص خالص خلال المنهج ده عن الاورال فيدينج. طيب النقطة التانية، الجزء بتاع الاورال فيدينج ده هو مش موجود في منهج البورد، بس لو انت حابب فيه ان شاء الله ممكن نبقى نعمل له كورس منفصل ليه، بس ده ملوش علاقة خالص بمنهج البورد، ده للناس اللي حابين. ممكن ان شاء الله نبقى نعمل كورس عن الاورال فيدينج بعدين تابع سنتر هاي سكول. طيب السؤال التاني، هل هكون محترف تحضير تي بي ان؟ في ناس بتاخد كورس البولد في الكلينيكال نيوتريشن لان ده اكتر حاجه موجوده في مصر بتتكلم على التي بي ان او بتتوسع في مجال التوتال بارنترال نيوتريشن. انت هيبقى معاك الخطوط العريضه بتاعه تحضير التوتال بارنترال نيوتريشن، وهتبقى فاهم كل حاجه في تحضير التوتال بارنترال نيوتريشن، بس برضه هيبقى ناقصك تدريب عملي عشان تشوف بنفسك
وتعرف سبيسيفيكيشنز معينة، وهيبقى في جزء لازم تدرسه انت مع نفسك عشان تبقى محترف تحضير تي بي ان. ولكن انا بتكلم فيه باستفاضة على تحضير التوتال بارنترال نيوتريشن، ازاي ان انا اعمل ميكسينج، ايه هي التوتال بارنترال نيوتريشن، ولكن بيتكلم عنها كنيوتريشنست. يعني انا مثلا دكتور لازم ايه هي الحاجات اللي لازم اكون فاهمها على التوتال بارنترال نيوتريشن. بس انت كصيدلي بقى هتقف في وحدة تحضير التي بي ان، في جزء لازم تدرسه مع نفسك وتكون عارفه كويس قوي، ولازم تاخد تدريب عملي فيه. يعني يا دكتور انا عايز اخد اشتغل في التوتال بارنتال نيوتريشن، هل بتنصحيني بيه بكورس البورد؟ اه انصحك بكورس البورد، بس كورس البورد ده حاجة كبيرة قوي، فرع صغير فيه هو التي بي ان، تمام؟ لكن في كورسات تانية بتتكلم، بس لو انت بقى عايز تاخد شهادة تقدر تشتغل بيها في التحضير بتاع التي بي ان في مستشفى، في كورسات بقى متخصصة تدي كورس على التوتال بارنترال نيوتريشن فقط، ازاي اعمل اشيك ازاي على الكالكوليشن، ابدا الشغل ازاي، ادي الاوردر اوف ميكسينج ايه، الاسيبتيك تكنيكس، الكلام ده كله. ده كورس منفصل ممكن نبقى ان شاء الله نعمله برضو تابع هاي سكول سنتر. طيب هل لازم اكون دارس كلينيكال؟ يعني يا دكتورة مثلا انا هاخد كورس في الكلينيكال نيوتريشن، هتتكلمي فيه على مريض الليفر، مريض البالمونري، الكلينيكال تشينجز اللي موجودة في الميتابوليك تشينجز اللي حصلت في البيشنت ده وده وده، هل لازم اكون دارس كلينيكال قبل كده؟ يفضل انك تكون دارس كلينيكال، بس مش لازم تكون دارس كلينيكال. يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي محتاجة كلينيكال باك جراوند احنا كده كده بنوضحها خلال المحاضرة. في حاجات معينة هقولك ده معناه كذا، انت اعمل سيرش عشان لو عايز تستزيد من معلومات اكتر، لكن مش شرط بالنسبة لي انك تكون دارس كلينيكال باك جراوند. بس نصيحة نصيحة، كل الدكاترة الفت في الكلينيكال بيبقى يعني عشان تكون محترف فعلا فعلا في الكلينيكال وصيدلي ليس عليه غبار في وقفتك في المستشفى، لازم تكون بتجمع ما بين الاتنين برانشز دول، تكون دارس كلينيكال نيوتريشن و كلينيكال اللي هو الفارماكوثيرابي. يعني احنا في المنهج بتاع التغذية ما بنتعرضش قوي للأدوية، ما بنتكلمش على أدوية خالص إلا فيما نظر، والجزء بتاع الأدوية اللي بنتكلم عليه برضو ما بيجيش في الامتحان، ده بيبقى بس عشان بنكمل به المعلومة، إلا إذا كان الدواء ده ليه drug nutrient interaction، تمام، أو بيأثر لي على ال nutritional status بتاعة ال patient، ساعتها بدرسه باستفاضة. اوكي، يعني عشان انت تبقى فت اثناء شغلك لازم تجمع ما بين الاثنين برانشز، لان هما حاجتين ما بينفصلوش عن بعض. ما ينفعش اقول انا لا انا صيدلي تغذية فقط ما بشتغلش كلينيكال، وبتاع الكلينيكال ما ينفعش يقول لا انا بتاع كلينيكال بس هندهولي بتاع التغذية لما استشيره في الحتة دي. طبعا يحب يعني يفضل لو كان الاثنين موجودين في المستشفى، بس يفضل لو كان الاثنين موجودين في شخص واحد اللي هو انت. ازاي هندخل الامتحان؟ انا اثناء الكورس بدرب على الامتحان ازاي ان احنا كل حتة بقولك المعلومة دي ليك ولا المعلومة دي للامتحان، المعلومة دي بتيجي في الامتحان بصورة ايه، المعلومة دي مهمة بتيجي في الامتحان كتير، المعلومة دي لا دي لمعلوماتك انت انا مش عايزاها في المنهج خالص، او دي لمعلوماتك انت هتنفعك في العمل اثناء وقفتك في المستشفى. بندي اسئلة زي اللي بتيجي في الامتحان بالظبط. في اخر المنهج باذن الله بنعمل سيميوليشن للامتحان، بمعنى اننا بنجيب لك امتحان عبارة عن 200 سؤال، ال 200 سؤال دول منهم اسئلة كتير جدا جت في الامتحانات اللي قبل كده، والاسئلة دي مش احنا اللي حاطينها الحقيقة، الاسئلة دي جايبينها من الامتحانات السابقة يعني، فبندربك عليها في تايم معين بحيث ان يكون سيميوليشن كامل للامتحان.
ازاي انا هقدر استفيد بيه في الشغل الحكومي ده لمن يحب. ممكن بعد كده في اخر الكورس ان شاء الله اللي عايز اللي شغال في مستشفى حكومة وعايز يطبق الكلام ده في مستشفى حكومة بالتكاليف القليلة والامكانيات القليلة بتاعة المستشفى الحكومة، ممكن ان شاء الله ابقى اقعد معاه وافهمه الدنيا فيها ايه وازاي يبدأ وازاي يعمل بروتوكول وخطة وهكذا. كده احنا اتكلمنا عن الاربع حاجات في المحاضرة دي، ايه هي الكلينيكال نيوتريشن، المنهج عبارة عن ايه، الاسئلة اللي بتيجي في دماغ الناس وازاي اقدر احضر الكلام ده في البول في الشغل استفيد منه في الشغل. اللي عنده اي اسئلة تانية او استفسارات تانية احنا موجودين على الصفحة بتاعة هاي سكور دكتورة ولاء عوض، او يتواصل مع السنتر، يتواصل مع دكتورة ولاء عوض، او يتواصل معايا كلنا على الفيسبوك بإذن الله. شكرا، وإن شاء الله منتظر أسئلتكم.